صباحو حبايب، شلونكم؟ دقيقة ككه خل بس اشغل نافيجيتر مالتي. عندي مشاوير اليوم كلش هواي، قلت خلي اصور لكم فلوج لانه راح يكون كلش هواي محتوى، وهمين نفس الوقت مشتاقة لكم. اليوم رايحة اول شي الساعة 9:30 وساندرا قاعدة. واو، من اي وقت ساندرا تقعد بهالوقت؟ بيسكلي حبايب اليوم راح ابلش بايفنت الساعة 10 الصبح، داعيني سبوتيفاي. اللي ما يعرف سبوتيفاي هو ابلكيشن اللي تسمعون عليه موسيقى، والابلكيشن اللي دائما انزل عليه اغاني، السناقيل مالتي تنزل. فبالنسبة لي كلش مهم انه احضر ايفنتات وسيمينارات تتكلم على يعني الفيتشرز اللي بي ابلكيشنز، الاشياء اللي ممكن اعرف يعني عنها اكثر. اليوم راح نكتشف فد شيء جديد اسمه فان ستدي، اللي هو دراسة المستمع، وراح اخذكم وياي. وبعدين اليوم بالليل عندي تدريب مع الفرقة الموسيقية مالتي للحفل، راح اغني بي 3 ايام، 21 22 و 23 اكتوبر، على مود مناسبة نزول اغنيتي على النافورة. خل عصري احكيكم على هالمشروع، لان احس انه مو الكل يعرف او مو الكل فاهم شنو هاي السالفة. بيسكلي قبل كم شهر حصلت مكالمة، وهاي مكالمة جتني من شخص يشتغل مع فريق نخيل، فسألوني اذا يعجبني انه اغنيتي تكون عن نافورة. يعني بالبداية ما صدقت اكيد، لانه يعني اغنية عن نافورة فشي واو، بس بعدين ما شفت انه شوي شوي المشروع تطور وصار اكبر وصارت صدق سيريوس، بلشت اصدق. مهم، فاست فورورد كم شهر قدام بدنا نشتغل هسه على تحضيرات الحفل اللي هو راح شلون يساعد اطلاق هاي الكامبين. فمهم اغنيتي راح تنزل على نافورة ذا بوينت اللي هي موجودة في النخلة. فيا هي هاي الاخبار مالتي. بعد انتم شو اخباركم؟ شو تسوون؟ طبعا شو كذا احب هيك احط الكاميرا وبالسيارة وهيك اسولف، بس اسولف طبعا مبين انه اذا اسولف وين نفسي للناس الاخرين، بس ما يعرفون انه انا بدي اسولف وياكم. وقفت السيارة وهسه متجهة مشي دقيقتين. هذا المكان مال الايفنت مال سبوتيفاي. طبعا ما احكيكم على الجو، صدق بلش يصير يخبل، دا امشي برا وهيك ما احس دا اعرق او شيء. اوكي، شنو هاي الاضاءة تموت؟ بس بدبي تلقون هيك فيكات بالمصاعد. جاي اشوف لون اخضر، يعني متأكدة سبوتيفاي هنا. اوبا، انا اول مرة اجي بمكتب سبوتيفاي في دبي. For those of you who don't know me yet, I'm Claudius Boller, Managing Director for Spotify in the Middle East, North Africa, and South Asia. We'll discuss more about like how fandom has become borderless. Well, because you know our region is evolving by the day. We are very very perplexed region when it comes to the market and how we will invest more in this the trend that is doing going or not. Right, but we really believe in it. Thank you. حبايبي خلصت من الايفنت. طبعا كان سيمينار كلش موفق، وتعرفت على كلش هواي ناس رائعين من الاندستري، وهي هاي الايفنتات على مودها موجوده على مود دك كونكشنز. هاي جوليا، طبعا انتم اكيد ما تفهمون شنو السالفه، مره تشوفون جوليا ببيت لو اي مره تشوفونها ببيتنا. هاي بيبي. Thank you.
اوكي جايز كملت الورك اوت روتين مالتي صراحة اروح اصبح ونروح نتغدى جوا وبعدين ريلاكس منا الليل لانه الليل ليش لانه باليوم عاش بيه ما فحكي لانه اليوم بالليل بروجرام جدا جدا ثقيل بس كلش حلو حبايبي صبحت واكلت وتفرجت شوي على نتفليكس وخذت لي غفوه واستوني قعدت من النوم وهي هاي الحلوه وهسه صارت الساعه 5 بالثمانية عندي استوديو عندي قصدي تدريب بالاستوديو تدريب مع الفرقه مالتي كملت المكياج بس حطيت باودر منه ومنه وراح اشيله راح ابدل هسه وبعدين افتح شعري ارش سبراي واطلع واتجه الى اول مشوار مال الليل طبعا للتصوير سألونا انه لازم نلبس الوان شويه فلاشي فلبست توب ازرق وهذا التوب الوردي فوقه على مود نكسر شوي ودنم جينز وسنيكرز Do you want to go from the top then? Yep. Let's do it. From the top round. Thank وصلت الى التصوير This is all the artists almost all the artists plus Dana Dana what are you gonna sing for us today guys نغم احلى نغم اللي هي شوي مريضه بس fast recovery لان عندنا شو بعد اسبوع ليه Guys, يعني ما تتخيلون إيش قد هذا هاي التصويرات كلها كلش مهمة لأنه هذا الشو راح يكون من أكبر الشوز في دبي اللي أنا مغنية بي صراحة وأعتقد لكل فنان فكلش متحمسة أن أراويكم فنانين عندنا بس نوال خرمان ما موجودة ويانا هسه بالتصوير بس راح تجي أكيد على الحفل لأن هي ما عايشة بدبي عايشة بالأردن I think فنويل is missing كملنا تصوير بالقطار وهسه راح نكمل تصوير برا شوفوا منو هنا يعني لحد الان ما صدقة انه اغنيتي راح تنعزف على النافورات تسمعون اغنيتي؟ اعتقد دا يسوون تست للنافورة نجي هالثانية فبس دا اسمع اغنيتي بس ما دا اشوف النافورة طفوا الاضوية بالقطار فشي مو طبيعي شو يسوي واحد بعد يوم جدا طويل ومتعب ماكدونالدز با I'm loving it ما تتخيلون انا ايش قد ميتة من جوع حاليا وبس اريد انام ساعة بالوحدة وعشرة تصوير كلش طول بس كان موفق جايز الباتري مالتي بدا اشوفه راح يخلص اموت عليكم حبايبي نتشاف عن قريب ان شاء الله هذا الفلوج عجبكم وان شاء الله شفتوا شوي هيك يعني حياتي in a glimpse من تكون ايامي
يعني busy وأتحضر إلى حفلات وشوز وconcerts which is very exciting. فإن شاء الله هذا الفلوق عجبكم وأموت عليكم. See you soon. Bye.